يا صباح الخير لكل مشاهدي الستات على النهار. و21 النهارده 1 شعبان، بداية شهر شعبان، 30 يوم على رمضان إن شاء الله. يا رب أيام طيبة وكل الخير دايما ليكم، وكل الخير المفيدة، وكل سنة وانت طيب. كل خير ليك يا سوير، كل خير لكل أصدقائنا. وفعلا يعني فاضل 30 يوم على رمضان، استعدوا، بيبقى أيامه حلوة وبتجري بسرعة، وكل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة رمضان وبمناسبة الخير، احنا عندنا شيء، كيان مهم جدا، محتاجين كل قلوب الخير وكل أفعال الخير تتضافر علشان هذا المكان. مستشفيات قصر العيني هي أول مكان بيجري عليه أكيد آلاف الأسر علشان تدخل حالة الطوارئ هناك. ده المكان الأهم، الطب الصرح الطب الأهم في مصر. المؤسسة قائمة على أنها بتوفر وتدعم منظومة الطوارئ بسراير وتجهيزات، وبالفعل قدروا بتبرعاتكم يوفروا ويطوروا وحدة أشعة كاملة في الطوارئ بأجهزة كتيرة، منها جهاز أشعة مقطعية وجهاز سونار وجهاز أشعة عادية. الأجهزة دي اتكلفت كام؟ اتكلفت أكتر من 17 مليون جنيه، وتقريبا وفروا قسم كامل عشان يقدر أي مريض طوارئ يلاقي احتياجاته في أسرع وقت. القصر العيني بيتكون 15 مستشفى من مختلف التخصصات، وبيحتاج دايما لدعم مستمر للطوارئ بكل التخصصات. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ احنا مطلوب ان احنا كلنا نتكاتف وندعم القصر العيني، لان هم محتاجين شراء جهاز القسطره التداخليه لجراحه الاوعيه الدمويه. لكل واحد مش عارف يعني ايه جهاز القسطره التداخليه وبيعمل ايه، الجهاز ده بيساعد حالات كتيره جدا، زي حالات الشريان الاورطي التمددي، الحالات اللي فيها انفجارات في البطن والانفجارات في الاوعيه الدمويه، جراحات الاورده والاوعيه الدمويه والشرايين، ومهم جدا لانقاذ المرضى اللي بيخشوا للقصر العيني. عشان كده اسمحوا لنا ان احنا نفكر حضراتكم ان في طرق للتبرع للقصر العيني عن طريق حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والاهلي والتجاري الدولي والقاهره والعربي الافريقي الدولي والاهلي الكويتي والمصري الخليجي، وممكن الدفع عن طريق خدمه فوري ومصاري وابواي والاهلي، وممكن على رقم التليفون الموجود دلوقتي على الشاشه. ادعموا مؤسسه قصر العيني للطوارئ، لدعم الطوارئ 190-190، ودايما ربنا يكتب لكم الخير. عندنا اخبار الطقس المفيده في مصر عملت قلق للناس جدا من امبارح. ظهر ضوء ازرق في سماء اسكندريه. هو مين اللي ماسك الصفحه بتاعت اخبار الطقس؟ لا، هو ملهاش علاقه بصفحه اخبار الطقس، هي لها علاقه. لا يعني انت فكرتيني بالكلمه دي، لان في انا متابعه صفحه اخبار الطقس بتقول اخبار كتير عن الموضوع ده. وبعدين الناس حست كمان بهزه ارضيه في رفح، فبداوا يقلقوا ان المايه في شواطئ مصر ولبنان انحصرت، فالناس فسرت ان ده ليه علاقته بزلازل تركيا. المهم يعني لخبطه كتير جدا، وخاصة مع الصور بالليل امبارح، صور للسماء الزرقان ده. فاحنا عايزين، بصوا انا قبل بس ما نقول لكم اهم حاجه بس تعرفوها، ان الزرقان اللي موجوده على الشاشه والصوره دي اللي حصل في اسكندريه كان لحفله او كتاب لحفله، يعني الموضوع ما كانش موضوع لا ليه علاقه بالزلزال ولا اي شيء. الحقيقه ان هي كانت حفله معموله في اسكندريه، والانعكاس وكان في المنتزه، والانعكاسات بتاعه الاضواء وكده هي اللي عملت البلبله دي. ده بس فيما يختص بالحاجه الزرقاء. الزلزال في ناس حسوا بيه، في ناس زي كده ما حسوش بيه، لان ممكن يكونوا عربيه او بتاع، ولكن الحمد لله ما حسيناش بيه. موضوع التاني بتاع انحصار المياه في مصر ولبنان بعد الزلزال، انا عايزه اقول لكم ان في انحصار رهيب في ايطاليا، واعتقد صور متوفره في على الفيسبوك وعلى الانستجرام، لقد ايه الانهار اللي كان بيمشي فيها المراكب الصغيره مش موجوده ومركونه، وبرده نفس الشكل بنفس الشيء هناك. فخلونا نتاكد من اللي بيحصل برده لعلنا بنفتي. صحة كل المعلومات المتداولة هنعرفها من رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية دكتور جاد القاضي. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير على حضراتكم، وكل سنة وانتم طيبين. النهارده 1 شعبان، وان شاء الله يعني رمضان بعد 30 يوم،
كل سنه وحضرتك جميعا بخير. وانت طيب يا رب، وانت طيب اسره حضرتك. حضرتك بخير. حضرتك تابعت طبعا كل المخاوف والكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا، فحضرتك تقول لنا ايه حقيقه المعلومات حول هزات محتمله في مصر، ودي اكتر حاجه قلقه الناس. اولا يعني احنا المعهد من اكتر الجهات اللي بتتابع كل اللي شاغل الناس على السوشيال ميديا، اذا كان انعكاسات الالوان في سماء اسكندريه والاشاعات اللي بتقول كائنات فضائيه واطباق فضائيه بحكم عمل معهد تخصصه. وانا بشكر حضراتكم ان انتم صلحتوا المعلومه، هو فعلا كانت يعني اضواء نتيجه احتفالات وكده، ملهاش علاقه باي حاجه لا فلكيه ولا فضائيه ولا كائنات من بره ولا اي حاجه. ده جزء. الجزء الثاني فيما يحدث من نشاط زلزالي، واحنا بنتابع طبعا القصه دي عن كثب عن طريق محطات الشبكه القوميه للزلازل، وتعاوننا مع الشبكات الاقليميه حوالينا لرصد كل تحركات قشره ارضيه وما ينتج عنها من زلازل، مش بس في تركيا، في المنطقه العربيه، في افريقيا، في شرق البحر المتوسط. الزلزال اللي شعر به عدد من المواطنين ومش كتير بالمناسبه امس كان نتيجه احد توابع الزلزال الرئيسي في تركيا اللي كان امبارح قوته 6.4 درجه على مقياس ريختر. بالمناسبه هو كان يبعد عن رفح المصريه ب 552 كيلو، علشان بس بعض المواقع قالت الزلزال يضرب رفح، هو مش رفح تماما، هو في تركيا ومن توابع. دكتور، في اي حاجه خلال الفتره اللي جايه ممكن تاثر على مصر؟ يعني في قرايه لاي زلازل ممكن تحصل في مصر؟ لا، احنا زي ما بنقول الوضع الزلزالي في مصر حتى الان ما فيش حاجه تنذر بخطوره، الامور في يعني نسقها الطبيعي. انا مش عايز التداعيات اللي بتحدث في تركيا تخلي الناس هنا تصاب برعب او حاجه، احنا بنتابع ايضا الموضوع هناك. طيب، يبقى احنا معنى كده نقدر نقول الحمد لله مصر لغايه دلوقتي امنه، ويا رب تفضل على كده. بنشكر حضرتك، ميرسي جدا جدا. لكن حضرتك بخصوص بس انتشار ماء البحر، اذا سمحتي لي في لحظه. هو قال للاسف يا دكتور. طب اتفضل اتفضل. مش خارج ولا ليه علاقه بزلزال تركيا ولا اي زلزال تاني ولا تسونامي. يعني ده طبيعي في التوقيت ده مع بداية شهر العرب. بنشكرك. ليها علاقة بالقمر. إن شاء الله يكون لينا حوار مختلف وطويل مع حضرتك، لأن في حاجات كتير عايزين نستفسر منها. لكن اطمنوا إن شاء الله مصر أمينة، وربنا يرحم كل الناس اللي بيتعرضوا لأي مشكلات. عندنا فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا. التالي: ما هي الهرمونات التي قد تتسبب في زيادة الوزن للنساء، وكيف يمكن اكتشاف الخلل فيها؟ تقليل الوزن والبحث عن الشكل المثالي هو التحدي الأكبر دائماً عند النساء، وغالباً فأنت لا تترددين في تجربة الكيتو دايت أو الصيام المتقطع أو رجيم اللقيمات، كله مباح في سبيل الوصول للقوام الممشوق. لكن وسط كل ذلك قد لا تعرفين سبباً أهم يمنع خفض الوزن، ويحتاج إلى تعامل مختلف بعيداً عن كل أنواع الرجيم التي قد لا تناسبك، وحلها عند المتحكم الخفي الهرمونات. تملك النساء نحو 8 أنواع من الهرمونات يساهم الخلل في أي منها في عدم فقدان الوزن الزائد، بل أنها تساعد على زيادة الوزن أيضاً. ورغم اختلاف أسمائها ووظائفها، إلا أن متابعتها والوقوف على أسبابها هو كلمة السر للعبور إلى الوزن المثالي دون جهد ضائع. فما هي الهرمونات التي قد تتسبب في زيادة الوزن للنساء؟ وكيف يمكن اكتشاف الخلل فيها؟ وما أفضل نظام غذائي يلائمها لإنقاص الوزن؟ وبنجد تحية لكم مشاهدين. للهرمونات الكلمة العليا في إدارة الجسم. الهرمونات بتتحكم في المزاج، بتتحكم في الشهية، وبتتحكم في الوزن، وبتتحكم في الصحة عموما. واحد من أحدث الأنظمة الغذائية بيعتمد على توازن الهرمونات، لأن الهرمون هو اللي بينظم معدلات الهرمونات، فبيخليها تحرق سعرات بدل من تحويلها لدهون. ازاي بيتحقق التوازن الهرموني ده؟ بالتغذية، باسلوب حياة صحيح وصحي. ايه هي الهرمونات اللي بتتحكم في الوزن،
وتفاصيل كتير جدا عن الهرمونات وتأثيرها والأثار المترتبة على أي مشاكل بتحصل في الهرمونات، وأسئلة كتير. هيكون عندنا كونسلت رائع وفاخر من الأطباء عشان يجاوبونا على كل المحاور، ومنتظرين أسئلة حضراتكم على الصفحة أو التليفونات على التليفون إن شاء الله. ومنورانا خبير التغذية العلاجية دكتورة داليا عبد الغني، أهلا بحضرتك. وزميل جراحات الكبد والمناظير والجهاز الهضمي كلية الطب الأصل عيني دكتور محمد منيسي، أهلا بحضرتك. أستاذ مفتقدين وأكيد أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة وزميل الكلية الملكية البريطانية دكتور حسام الشنوفي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك يا دكتور حسام. واسمح لي هبتدي مع دكتور حسام، نظرا لتخصص حضرتك نساء وولادة ويعني العملية الهرمونية ممكن نقول إن هي بتتلخبط كتير وانت على درايه بيها في سن مختلفه قبل البيريت وبعد البيريت وبعد ما بيحصل مونوبوز. فانا عايز اسالك، احنا لما كستات لسه في الاول خالص في بدايه العمر، الهرمونات عندنا كلنا بتبقى طبيعيه ولا في حد بيتولد بعيب خلقي هرموني؟ لو في المعنى ده. هو مبدئيا الطب ما فيهوش 100%. اوكي. والامراض لا حصر لها، في مشاكل هرمونات. اوكي. ولكن الطبيعي اصلا لما البنت بتبلغ ان هي الهرمونات بتاعتها كانت على مستوى واحد طول الوقت، وبعد كده بدات عجله تشتغل جوه جسمها من هرمونات مختلفه عماله تطلع وتنزل بطريقه معقده. اوكي. والمايسترو انا بشبهها بالاوركسترا، يعني حتى لما بنرسم لها جراف وكانك بتتفرجي فعلا على نوته موسيقيه. المايسترو بتاعها غده اسمها الهايبوثالاموس في المخ هنا اهوت. الغرض من دوره الهرمونات ديت ان في نص الشهر تطلع بويضه. البويضه تنتظر انها تتخصب، ما يحصلش، لو ما حصلش يعني التخصيب والحمل، تقوم دوره الهرمونات دي كلها تقف، تنزل بطانة الرحم في صورة الطمس اللي هو البيريود أو اللي احنا بنسميها مجازا الدورة، وتبدأ الدورة تاني. يعني هي الست في الطبيعي هرموناتها مش ثابتة. طب ليه الهرمونات في أوقات كتيرة واحنا بنقول أصل هرموناتها مش مزبطة عشان كده تخنت، أصل أنا هرموناتي مش مزبطة عشان كده بخس، إيه علاقة التخن والخسسان في هرمونات النسائية أو في الهرمونات عموما في جسمك؟ كويس حضرتك سألت السؤال ده، لأن ده أكتر حاجة بقينا بنسألها دلوقتي. علشان الإنسان راجل أو ست يتخن بسبب مشكلة هرمونات لازم يكون عنده مرض واضح وصريح في إحدى الغدد. زي أشهرها الغدة الدرقية لما تكون كسولة، أو الغدة الكظرية أو اللي هي السوبرارينال تطلع الكورتيزول بزيادة. يعني ده الوقت الوحيد اللي أنا أتخن أو أخس لما يبقى عندي مشكلة في واحد من الغدد. واحد من الحاجات، ممكن غدد في المخ كمان، بس اللي عايز أقوله التخن العادي السمن العادية لا، مش بسبب لخبطة في الهرمونات، العكس. هو لما حضرتك سمنت أو حضرتك سمنتي لخبطت حاجات معينة كلينيكيا على الورق، ولما نعمل تحليل كل حاجة هتبان في الرينجز الطبيعية. فاهم حضرتك قصدي؟ ولكن احنا كأطباء عارفين انك عملت بسبب السمنة لخبطة في مستوى الهرمونات، لخبطة الأوركسترا اللي احنا بنتكلم عليها دي. مش معناها تاني، بس اللي عايز اوصله ان انا اشيل بس المفهوم الخاطئ، مش معناها ان انت عشان قعدت يومين تحاول تقلل اكلك وما خسيتش يبقى ده في مشكلة في الهرمونات هناخد لها علاج. أيوة. لا مش عيب. طبعا احنا طول الوقت بندور على اي نظام يطلع علشان نخس، فاحنا طول الوقت عايزين نخس بس ما بنشتغلش ان احنا نخس صح، او عايزين نخس بس بنعمل العكس تماما. من ضمن الحاجات الجديده حميه الهرمونات، هل ده مصطلح علمي حقيقي؟ لا، هو زي ما الدكتور قال الهرمونز ليها اثر كبير جدا في حته زياده الوزن او منع نزول الوزن، يعني بتصعب العمليه. يعني انا بيجي لي ناس مثلا عندها تكيس مبايض، فده برضو بيبقى خلل في هرمونات كتيرة قوي نسائية، ده يقلل نزول الوزن. عندها ثايرويد T3 والT4 بتاعها مش متظبط، ده برضو يخليها ما تعرفش تخس. عندها فاتي ليفر،
فمش بتعرف دهن برضو الكبد. اه يعني كبد دهني فمش عارفه برضو يعني بيبقى فيه صعوبه. انما هي بقى كمان المشكله في فقد الوزن ده لازم الاستمراريه. يعني في بيشنت تجي لك مثلا تقول لك ايه انا عايزه اخس 15 كيلو في شهر، ازاي؟ ما فيش كده يعني، مفيش. حتى مش صحي كمان. ايوه بس انا هنا الهرمونات بتعمل ايه مع حضرتك انت لو انا عايزه اخس؟ الهرمونات عندي لازم تبقى بالانس، لازم تبقى مظبوطه يعني، او يعني على قد ما نقدر. في بقى هرمونات كتير جدا بتساعد انك انت تخسي، منها مثلا الجروث هرمون. الجروث هرمون ده لو حد بيسهر طول الليل وبينام مثلا الساعه 3 4 ويصحى متاخر جدا، جروث هرمون ده بيجي من الهرمون النمو ده بيجي من الدلتا سليب. انت عارفه النوم ده موجات، نخش في الرام ده اللي هو مثلا المفروض الميعاد بتاعه الساعه البيولوجيه بتاعته الساعه 10:30، بعد كده بنخش الدلتا سليب ده، ده الوقت اللي بيطلع فيه الجروث هرمون. فده مفيش حد بينام الساعه 10:30؟ لا يعني بننام على ما نوصلش لواحده واثنين وكده، بنوصل لواحده ما هو بقى ده برضه بيأثر على الوش وعلى الشعر وعلى الضوافر، لان الجروث هرمون ده بعد ما الواحد كبر خلاص هو مسؤول بقى عن تظبيط شكلك، شكل الشباب. يعني في فنانات بنشوفهم شباب قوي تقول لك اصلا بنام بدري، ده حقيقه، ده حقيقه بتحافظ، ده حقيقه بتحافظ على نفسك. طيب دكتور محمد، أنا النهاردة الدكتورة داليا بتقول إن لو أنا عندي كبد دهني ممكن ما أخسش وممكن يبقى فيه لخبطة في جسمي وأنا ما أعرفهاش، إيه مواصفات الشخص اللي عنده كبد؟ أعرفها إزاي؟ طب قبل بقول إن عندنا كبد دهني، لأن الكبد الدهني ده موضوع تاني خالص غير اللي إحنا عايزين نتكلم فيه سريعا. هو في مرض اسمه مقاومة الإنسولين. أوكي. هو ده راس الموضوع من أوله لآخره، هو ده الخلل اللي بيحصل عندنا. أهم سبب لمقاومة الإنسولين اللي هي بما يعني إن أنا محتاج كمية من الإنسولين أكتر علشان أتعامل مع السكر الموجود في الدم. أيوه. أنا محتاج كمية أكبر من الإنسولين. طيب ده بيجي إزاي؟ في جزء منه جيني وراثي، ده عدده قليل جدا، ده مش مهم أبدا. أوكي. لكن أهم سبب ليه هو السمنة مش العكس. لان في ناس كتير جدا بيقول لك انا عايز اقيس مقاومه الانسولين، هروح اعمل تحليل اسمه الهوما تيست، ده هراء وهذا الكلام على مسؤوليتي لا قيمه له. واذا كان في اطباء شايفين غير كده يقولون، لان الكلام اللي مكتوب في الطب منتهي يعني، هو لكن هو موجود معمليا والناس بتتكلم فيه. وفي معادله لمقاومه الانسولين، تحليل ليه علاقه بالدهون الثلاثيه، السكر الصايم منسوب السكر في الدم، ده الريليشن اللي بينهم، مع ان الدهون الثلاثيه ملهاش، بس هي المعادله جايه هنا. طب يبقى اهم حاجه لمقاومه الانسولين هو السمنه، تاني اهم حاجه هو الاسترس، التعرض. واحنا كنا دايما بنتكلم في المناعه وبنتكلم في المناعه الذاتيه اللي هي الانيت اميونيتي. حينما اتعرض لاسترس انا برفع اربع انواع من الهرمونات، برفع الجروث هرمون، تخيلوا جروث هرمون بيطلع مع الاسترس، مع انه هو مفيد جدا، لكن لما بيعلى مع الاسترس بيزود لي مقاومه الانسولين. بالذات الناس اللي بتاخد الجروث هرمون علشان تخس، لان هو بيستخدم للتخسيس، بيستخدم الشيب يبقى حلو، اللي هي حقن السكر. لا دي في حقن جي اتش وبياخدوها علشان يبني عضلات، والكورتيزون والجلوكاجون، وبالتالي ايضا الانسولين، وعائله اسمها كاتيكولامينز اللي هي عائله الاسترس. يبقى هم اربعه بياثروا على مقاومه الانسولين. في سكر في جزء منه لما بيحصل منه السمنه بينشط نوع من الجينات فبيعمل لنا نوعين، في النوع اللي هو مرتبط بالمستقبلات، انا مش عايز ادوس الناس فيه. يعني احنا دلوقتي ان السمنه هي اللي بتلخبط الهرمون، مش الهرمون بتلخبط لوحدها فخليني اتخن. فالسمنه فهي دي الاجابه، تعمل لنا كبد دهني. طيب يعني مقاومه الانسولين هتعمل لنا حاجه اسمها متلازمات اكس او ميتابوليك سيندروم او ده ضغط سكر دهون ذبحه صدريه او امراض الجلطات، ودي مرتبطه بجزء جيني اللي هي سمنه البطن، بنشوفها بسمنه الكرش. يعني مش كل الناس السمنه بتاعتهم سمنه كرش، في ناس عندهم نقص في الكتله الدهنيه في اماكن كثيره، لكن عندهم، فهم دول يحملوا هذا الجين ايضا. طيب يعملوا لنا كبد دهني، يعملوا لنا متلازمات التكيس المبيض. التكيس المبيض ده بيبقى معاه زياده في هذه في الاسترس هرمونز، وخلل ايضا في الاستروجين، عشان كده ما يحصلش حمل. طب دكتور حسام، انت حضرتك او كل حضراتكم بتقولوا ان
السمنه هي اللي بتؤدي للخلل الهرموني. للست اللي بيجي لها مونوبوز، اوكي، بيجي بعد المونوبوز مفيش بشهرين ثلاثه، وانا واحده منهم، اجي املى في البطن، اجي حد تاني اصحابي يملوا في الايد، يعني في زياده بعد المونوبوز. ولما بنسال كده في القعده لك اصل عشان الهرمونات خلاص قلت من عندك فالجسم ابتدى يتخن، هل ده صحيح بالذات انها بتحصل؟ هو صحيح. هو ايه اللي بيحصل في الفتره العمريه بتاعت انقطاع الطمث؟ ان الجسم بيتحول من حاله الى حاله اخرى، بمعنى يعني من حاله ان كان في جسمها الاوركسترا اللي انا بحكي لحضرتك عليها ديت وكانت بتدي هرمون استروجين في جسمها، ثم انقطعت الاوركسترا دي خلاص توقفت عن اللعب، هتكمل جسم حياتها بهرمونات برضو بس بقت على حاله تانية. اوكي وبالتالي الجسم بيرسبوند برد فعله بيختلف بقى شويه عبال ما يتاقلم على الحاله الجديده ديت. يعني هو هنا هل الجسم كانه جسم تاني مثلا؟ يعني بالظبط حد وجه أيوة تاني. بالظبط يا فندم، زي ما كان البني ادم قبل البلوغ جسم وبعدين لما بلغ بقى جسم تاني. طب هنا بقى في المرحله دي بينصحوا بهرمونات تعويضيه، وفي ناس ضد الهرمونات التعويضيه. اوكي، يعني يقول لك الهرمونات التعويضيه اللي الستات بتاخدها دي هتجيب سرطان، في ناس يقول لك لازم تاخد هرمونات تعويضيه عشان العظم والظهر. ايه بقى الدقيق في القصه دي؟ اولا الهرمونات التعويضيه ملهاش علاقه بالسمنه والقصه اللي احنا فيها. انا فاهم الهرمونات التعويضيه، لان حرمان الجسم من الاستروجين بيعجز، بيعمل بقى اعراض بتضايق الست. ايه الاعراض دي؟ طبعا اعراض المزاج والاكتئاب وفقدان الرغبه او الدافع الجنسي. الحاجه الثانيه الهوت فلاشز، هبات السخونه، تمام، الجفاف في منطقه المهبل، ومع تقدم الوقت هشاشه العظام، او مش ان لازم يحصل لها، بقت زادت نسبه او الريسك ان يجي لها يعني هشاشه عظام، وزاد الريسك بتاع ان يجي لها ذبحات صدريه بعد ما كان الاستروجين بيحميها. طيب لو انا هاخد بس جزء من السؤال بتاع سوير، ان احنا في بعد المونوبوز ده حضرتك بتقول ان الهرمونات ما بتبقاش بتبقى نورمال، في حاجات فيها نقصت، ايه اللي بيخلي في الفتره دي الوزن يزيد مثلا؟ تبقى ست محافظه على وزنها، ودي سؤال ليكي يا ريت تردي عليه كمان. تحب مين زي ما تقول؟ لا اتفضل يا دكتور حسين. هتفضل اجابتي انا عشان مخش معاك وقت. في اي حال من الاحوال، راجل او ست في اي عمر من الاعمار، ايه اللي بيخلي الوزن يزيد؟ الاجابه زياده في السعرات الحراريه اللي داخل الجسم فقط، بس فقط. شكرا يا دكتوره. طب دكتوره دالي عندها راي تاني؟ هو مش راي تاني، هو طبعا الكالوريز الديلي، يعني الكالوريز اللي بناخدها في اليوم دي ليها عامل جامد جدا. توزيع الاكل، السناكينج طول الوقت ده، ان انا طول النهار قاعده باكل، ده كان زمان يقول لك ايه، خدي خمس وجبات عشان تخسي عشان تشغلي الميتابوليزم بتاعك. لا ده طبعا غلط، لان انا كل حاجه بنزلها بتطلع انسولين. مشكله الانسولين ترجع ترد لنا تاني، انك انت كل حاجه بتاكليها سبايك الانسولين، فيبتدي الانسولين ده هو اكبر مصنع للفاتس في الجسم. اوكي، فحته بقى المونوبوز دي عشان نبقى سبيسيفيك شويه في سؤالك، لما الاستروجين بينزل قوي عشان الاوفرز دي خلاص ما بتبقاش فيها الاستروجين، احنا في النيوتريشن ابتدينا نعمل حاجه جديده، ان احنا بنحفز الادرينال جلاندز اللي هم بدل البويضات، لانها برضو بتطلع استروجين in a way kind، فما بتبقيش محتاجه قوي المكملات او اللي هي الحاجات التعويضيه دي. بقى بالاكل الصح وبالانسولين ريزيستنس، ان احنا نشيل الانسولين ريزيستنس من الجسم، نحاول نقلله، وده اللي هو فعلا الدكتور بيقوله، بالكالوريز وبالصيام. لازم يبقى في فترات بنقفل بقنا خالص علشان الانسولين ريزيستنس، ده الحل الوحيد بتاعه الصيام. ايوه، اقلل ستريس واعمل اكسرسايز، ملوش حل تاني. انا دلوقتي الهرمون رابع قصدي، يعني الهرمون ليه عامل برضو؟ لان لو هي دايره يا سهير، يعني الدايره ماشيه ازاي؟ الهرمونز لو مش مظبوطه الست ما بتبقاش قادره تظبط اكلها، وبيبقى عندها كريفز كتيره جدا. يعني طول ما الدم البلاد ستريم ده فيه جلوكوز كتير وانسولين كتير، هي عندها كريفز، عايزه اكتر واكتر واكتر. فطبعا اللي الدكتور محمد بيقوله ان هو الكالوريز والكلام ده اكيد
الكالوريز اكيد، بس احنا مثلا بنشوف دايتس كتيره قوي فيها هاي كالوريز قوي والناس بتخس. اوكي، لانها برضو في الحته دي لعبه الهرمون بالانس. وقت قد ايه بياخد علشان الدكتور محمد كان بيقول لي قبل التسجيل 6 أسابيع ومش هتخس بعد لا كده. انا الفكره في ايه، انا هي الدكتوره ده بتقول الصيام ده حاجه مهمه جدا عشان يقلل لي قفل البق عموما، الريزيستنس بتاع السكر، اللي هو قد ايه، قد ايه صيام، قد ايه صيام في اليوم؟ هل هو 12 ساعه، هل هو 16 مثلا؟ ساعه، هل هو 24 ساعه؟ احتمال. الاجابه لا، الاجابه هي الصيام من اهم محفزات الانيت اميونيتي ومن اهم محفزات مستقبلات الانسولين، فالصيام عظيم جدا. هو الصيام بيعمل لنا ايه؟ بيزود لنا هرمون الجوع على فكره، الجريلين هرمون. فاحنا ممكن في بعض الناس يحصل لها نوع من الكريمينج، لكن في النهايه اللي هيقدر يظبط نوعيات الطعام، عشان كده احنا بنتكلم ان احنا عايزين الناس تاخد بروتين، وكلما كان البروتين النباتي كلما كان افضل من البروتين الحيواني، واذا كنا هنفضل بروتين حيواني فنبتدي بالاسماك ثم اللحوم البيضاء واخيرا اللحوم الحمراء اللي ما تتاكلش اكتر من مره كل 10 ايام. وطريقه الطهي مهمه، احنا اكلنا مصمم ان احنا ناكل يعني الاكل يبقى ني بس طبعا مش في البروتين، ومسلوق ده افضل الامور، اما حتى ايفن المشوي الشارينج ده بيضر بال. طب انت بس ما ردتش عليا، انا ممكن انا لو انا بني ادمه عندي الدكتور ده بيقول عندي انسولين ريزيستنس ستريس ومش عارفه لا طول ما انت عندك ستريس وكورتيزول صعب اعالجه ازاي علشان انا عايزه اوصل ان انا اعمل جسم حلو. طب حلو، رقم واحد الاهتمام بالنوم، بنام زي الحمار. ده رقم واحد. انه رقم اتنين نوعيه الرياضه، هل انا هروح اعمل رياضه كل يوم اقف على الجيم واشيل حديد لا خالص، انا محتاج امشي نص ساعه كل مثلا 3-4 ساعات لو هزود في الكثافه الجسمانيه يا ريت، ولو قدرت اعمل شويه حاجات يعني صغيره كده مقاومه ده يبقى شيء اعظم. ليه كل الدكاتره دلوقتي بياكدوا على فكره ان لازم البني ادم يمشي نص ساعه في اليوم؟ هم مش بياكدوا، هو احنا لقينا ان ليه ضروره الموضوع ده، احنا لقينا ان ده اللي بيرفع المناعه. ما احنا لما كنا بنتكلم على الانيت اميونيتي اللي هي اهم حاجه كنا بنقاوم بيها الكورونا مش المناعه، كنا بنتكلم على ده رقم واحد، كنا بنتكلم على النوم، وبعدين اتكلمنا على نوعية الغذاء. هو نوعية الغذاء، هل أنا لو كلت فدان من البصل والثوم هيجي لي مناعة؟ الإجابة لا. هل أنا لو كلت فدان من البرز هيجي لي مناعة؟ لا. هل أنا لو كلت فدان من فول الصويا والعدس اللي هو غني بأنواع من الإستروجين النباتي همنع الهوت فلاشز عند بتوع النساء؟ لا. الإجابة مستحيل. هل لو أنا خدت الروز ميري اللي هو البريم روز ده كلام؟ طب أعمل إيه؟ لا ما هم هنا في حلول مثلا دوائيه، انا بس بتكلم في الحته لا دي. انت بتكلمي انا كنت بكلمك على الستريس، فانت بتقولي انا حلها ازاي؟ الستريس ما احنا قلنا نوم، نوعيه الغذاء، بس نوعيه الغذاء احنا لازم اقلل الكاربس، الكاربس المفروض انها ما تقلش عن 30 جرام في اليوم، بس انا ممكن اخدها كومبلكس كارب وانا لازم اكلها سكر زي ما هو. انا مش انا ممكن اكلها في ثمره فاكهه، ممكن اكلها في مخبوزات كاملة الحبوب، يعني مش لازم اكل الحاجات علما بان الجلاسيميك اندكس او اللي هو معامل السكر اللي هو هيرفع السكر العيش البلدي زيه زي العيش الابيض، بس لو انا خدت العيش اللي هو الاسمر البلدي انا قللت المشاكل المترتبة على هذا وخدت فيتامين اي بشكل عام. طيب يبقى نوعية الغذاء مهمة، يبقى بروتين رقم واحد وبروتين نباتي والاقلال في السكريات وفي الدهون، علما بان انا في 50,000 نوع للدايت. طب ماشي قبل ما نتكلم في الدايت، الصيام انت ترجح 12 16 ولا 24؟ انا ما رجحش رقم محدد صح. انا كدكتور انا مش عايز الناس تعطش، انا مش عايز عطش يعني انا ممكن اصوم 6 ساعات؟ لا 6 ساعات ده اقل يعني مش هينفع. لا مش هينفع اقل حاجه هي 12 ساعه الحقيقه، هو اقل رقم مكتوب لدينا في الصيام هو 12 ساعه ده اقل رقم. ممكن وانا نايمه؟ لا مش محسوب قوي يعني 12 ساعه الحقيقه. طب خلينا نقول ان في مدرسه تانية بتتكلم ان هو بدل الصيام ده، لان لازم نعمل اسلوب حياه، ففكره الصيام دي مش هقدر استمر طبعا عليها مش طويل اساسيه طبعا، فان انا اكل كل 3 ساعات. لا برضو مش كل 3 ساعات، لازم افتح لنفسي ويندو كده اكل فيه في حدود 8 ساعات في اليوم، والباقي هو ال 16 ساعه ده اكون صايمه فيه. هي دي مدرسه دي مدرسه ثانيه اللي هو ومدرسه ثالثه بتقول ان الستات وقف بعد قبل 10 كنت بطلت ورا بعض
بس في مدرسة تانية برضو بتقول إن الستات ما تصومش 16 ساعة علشان هرمون اللابتين ده، اللي هو حاجات اللي طلعت الجديدة، إن الهرمون ده لو عند الست صامت prolonged fasting زي الرجالة كده اللي هي 24 ساعة و 18 ساعة، دي الهرمون ده بيتأثر شوية. ولما الهرمون ده يتأثر يا دكتور يحصل إيه؟ هو بيطلع من الكتلة الدهنية. هل أنت موافق أصلا على الكلام ده؟ ال- 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 موافق طبعا، وبشكر جدا دكتور منيسي كلامه درر يعني فعلا. انا بس مش عايز نوصل مشكله بقى، تلاحظ ان جموع الشعب المصري بدات تتدخل في معلومات بتلخبطها مش هتخدم قضيتها ان هي عايزه تحافظ على الصحه، لان احنا بصراحه كاطباء عمالين نتكلم احنا نفسنا مش عارفين، مش ما فكناش اللغز لسه حضرتك بتاع الجسم وبتاع الهرمونز، وكل شويه الكلام بيتغير. يعني اللابتين دوت انا وحضرتك بتقولي فجاه بتقولي جديد، جه في بالي ان هو انا اول مره سمعت عنه كان وانا في سنه سته طب. يعني طبعا ده من قريب، انا مش عجوز برضه يعني، بس يعني يعني فدلوقتي بقينا كنا ايه ده بيقولوا في حاجه اسمها لابتين يمكن تجينا في الامتحان جديده كده، دلوقتي بقى كل واحد ماشي في الشارع بيقول لابتين. احنا مش انا مش عايز الخبط البني ادم اللي هو مش طبيب، لان فعلا الامور دي ما تخصهوش. انا عايز اوصل لحاجه، انا كطبيب لما بتكلم على السمنه مش بتكلم من وجهه نظر بيرسونال ترينر ولا واحد بيعمل لايكات على السوشيال ميديا، انا بتكلم من ناحيه الطب. تعريف السمنه في الطب ان البادي ماس اندكس اكتر من 25. ايه البادي ماس اندكس؟ معامل كتله الجسد. خلاص، هي علاقه ما بين الطول والوزن، بيطلع رقم من 18 ل 25. اللي من 18 ل 25 ده انسان طبيعي. بالنسبة لنا احنا لما اكون عند رقم 18 ممكن حضرتك تشوفيني رفيع، ولما اكون عند رقم 25 ممكن حضرتك تشوفيني، واحد غيري ممكن يشوفني لا ده كده احسن من لما اكون عند. بالنسبة لي انا كدكتور حضرتك طبيعي، اختلافاتك بقى في النص دول مش ده اللي انا قلقان عليه. انا دايما لما بتكلم على السمنة بتكلم على اللي فوق 25، وبتكلم على السمنة المفرطة بتكلم علشان الصحة مش علشان الشكل. فبالتالي هنلف ونرجع كتير قوي، هرجع دايما اقول لو سمحت الكالوريز، الاله الماشين اللي هو جسم الانسان دي كانت اصلا معموله مش علشان تقعد على كنبه ولا تقعد على مكتب، هي كانت معموله علشان طول النهار تشتغل في غيط وتنام مع العشاء وتصحى من الفجر تشتغل يعني تاني. يعني دورة الحياة كانت مختلفة عن اللي احنا بنطبقه دلوقتي. بالظبط، احنا عاملين نسخة جديدة، وكان الأكل قليل، مفيش هوز متعلبة وجاهزة، فهي دي أصل المشكلة. الخضار أو الحاجات اللي هي فول وعدس، يعني ما بقول كانش دي رقم واحد، ده أهم موانع أكسدة في الجسد. يعني البقول هي رقم، والقهوة هي أهم حاجة في البقول، وهي اهم حاجه للكبد. يعني الكبد لا يرى شيء في يعني الكبد الدهني رقم واحد ليه هو نبات القهوه والبقول بشكل عام. ثم يجي الاوميجا مثلا، واحنا بنتكلم على الكبد الدهني الا اذا ما استفدنا، ثم هنبتدي ندور على فيتامين اي، مش للاسف مش من الطبيعه، علما بان فيتامين ه مش عظيم وهو في غايه الخطوره وقد يودي بحياه ناس على فكره في الارقام الكبيره اللي احنا قد نكتبها للكبد الدهني. طيب، فرقم واحد لعلاج الكبد الدهني هو نزول الوزن. طيب نزول الوزن فقط، عشان نزول الوزن في ناس بتعمل حاجتين، يعني ناس ما بيكونش عندها غدة درقية فبتاخد أدوية غدة درقية عشان تخس، وفي ناس ما عندهاش سكر فبتاخد أدوية سكر عشان تخس. ده بارت 2 بقى من الحوار ده للأسف. طيب أدوية الغدة هتعمل، هو مش بس أدوية الغدة، هو في أدوية مشابهة لأدوية الغدة. احنا اللي وزنه الكتلة الدهنية اللي أكتر من 25 فما فوق من 25 ل 30 ده احنا بنتكلم عليهم عنده سكر، عنده ضغط، عنده امراض ملازمه بيطلق عليها كوموربيديتيز، ده ليهم نظام عندنا في الطب. اللي فوق ال 30 ده يا اما هنعمل لهم اجراء اخر اضافي بالاضافه للجزء الاولاني، او هنلجا الى الجراحات. 35 ل 40 ده لازم يلجا الى جراحه سمنه، بالذات اذا كان عنده كبد دهني او امراض قلب او سكر بشكل عام. طيب الادويه اللي بتتاخد في هذا المجال عشان نخسس نفسنا مش عشان احنا عيانين. انا هقول لكم الادويه المسموحه واقول لكم التاريخ. في دواء كان اسمه لوكاسيرين، اللوكاسيرين ده كان ده وجدوا ان هو مسرطن واتشال من السوق 2020. وفي دواء شهير كنا احنا بنستخدمه هنا سيبوتريم،
لا هو بيعمل لنا انا بس بقول الاسامي العلميه مش العلمية بقول ما بنقولش اسامي الادويه. ده عمل نزيف في المخ وبيعمل لنا سكته قلبيه وشالوهم من الاسواق. كانوا موجودين في مصر وكانوا موجودين في العالم كله واتمنعوا عالميا. اللي فضل امن عندنا منهم دواء بيمنع امتصاص بيأثر على بياخد بيمنع امتصاص الدهون. الدهون ده الوحيد اللي امن واكسبتد، بس بيعمل لنا تقلصات في البطن ودايريه. ده الوحيد اللي هم اكسبت. طب في ناس بتستخدم الجرين تي الشاي الاخضر والمكملات في ناس بتستخدم دواء من بيضة. عائلات الفينترامين في مكملات. ودي حقيقي ولا ده وهم؟ لا كل ده بيجيب بعض النتائج بس مرفوض طبيا واتلغى وملوش اي قيمه، وهو في النهايه وهم لانه مشاكله اكتر من نفعه وقد يؤدي الى نفس الحاجات اللي كان بيعملها دواء السيبوتريم. طيب فضلنا بقى في دوايين اللي احنا بنتكلم عليهم. دواء من ادويه السكر ميتفورمين ده اساسه دواء عظيم. ده اساسا جاي من فرنش ليلا من ورقه شجر. هو اجيز في الولايات المتحده 1984 FDA approved. هو كان بيستخدم في فرنسا من الخمسينات من القرن الماضي كدواء سكر. كدواء سكر وكحاجات كتيره استخدموه حتى للكبد الدهني وغير فعال في الكبد الدهني. لكن استخدموه سكر وسمنه، واستخدموه للي عندهم تكيسات مبيض. الدواء ده عظيم، بس يعني لو احنا خلاص ما غيرناش نمط غذائنا، كلنا نفس الاكل اللي انا باكله واستخدمته لوحده، هخس على مدار السنه كلها 3% من الوزن. يعني كم كيلو؟ يعني لو انا وزني 100 كيلو هبقى 97 كيلو لو انا ما غيرتش باكل نفس الاكل اللي انا يعني حضرتك تقصد ان انا حتى لو في ادويه اخرى لازم اغير نظام أيوة اكلي. يعني مش لازم هيحرق نظام مش هيحرق الدهون زي ما الناس بتتخيل. طب هل في خطوره؟ لا احنا اتكلمنا عن الميتفورمين، بس في دواء انتوا نفسكم تتكلموا عليه اللي هو النهارده الاعلانات بتاعته موجوده في كل حته في الدنيا. في حقن بتستخدم. طب عليها تحذير موجود في الولايات المتحده، عامل لنا سي سيل تيومر مرتبط بحاجه بالديوريشن بالمده الزمنيه، هيعمل لنا سرطان مرتبط بالمده الزمنيه. يعني ايه؟ فهمنا كلامك من فضلك. يعني لو انا خدته مده زمنيه مثلا سنه ممكن ابعده للسرطان. ولو خدته جرعه المده، تخيلي مده وانا خدت جرعه صغيره ملوش علاقه. هل ينفع نجمع الميه والهواء؟ مستحيل. فهل يجيب سرطان ايه بقى؟ سرطان غده درقيه، ده اقل حاجه يعني، بس التحذير موجود على الورقه. زي احنا التدخين هيجيب سرطان رئه، بس مش كل الناس اتدخنت جالها سرطان. بس احنا عايزين نتكلم على التحذير اللي موجود في مش موجود في نسخه الشرق الاوسط اللي هي بتجي لنا من دبي او خلافه. ليه بقى؟ ما عنديش فكره، بس هو موجود في الولايات المتحده وفي كندا وفي انجلترا. اوكي. هيعمل لنا سي سيل تيومر مرتبط بالديوريشن اللي هي المده الزمنيه والدوز. الجرعة والمدة الزمنية، مفيش حاجة اسمها مدة زمنية، مفيش حاجة يعني يبقى جرعة مدة زمنية لوحدها، لكن هو مرتبط بده. وهيؤدي برضو إلى نسبة أقل من واحد كل 150 ألف إلى سرطان البنكرياس. دي الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو أكتر حاجات إنه دواء مسرط، احنا في دواء اتشال من السوق 2020 لأنه مسرط. طيب نيجي للاستخدام اللي موضوع آخر. هيعمل لنا ميول للقيء، ماشي مش كل الناس هيجي لها هذا الكلام. هيجيب لنا حصوات مراره، هيعمل لنا التهاب بنكرياس، ممكن يؤدي الى فشل الكلى. بس مش كل الناس، ما هو مش كل الناس. ايوه بس هيجي لها هذه الاثار الجانبيه. طب دكتور طب ما تحكي، استنوا هحكي لكم بقيه القصه. لا احكي لا حضرتك يا بيه اتفضل. طيب هو النهارده ليه استخدام في السكر وفي الخسيه وفي الكبد الدهني، يعني يمكن استخدامه. يبقى اذا هو مراره العلاج وممكن يستخدم في بس لو انا عيانه، لو انا عندي قلب وعندي سكر وعندي حاجات زي كده ومحتاجه اخس. طيب يبقى هو مش رقم واحد. طب بس ممكن يستخدم للسمنه فقط كرقم واحد. لو انا ما عنديش اي حاجه وباخده عشان اخس، هو انديكيتد اف دي اي ابروفد. طب لما تيجي تساليني على رايك، رايي ده لنفسي. قولها لنا رايي ده الامانه. الامانه العلميه، لو انا وزني فوق الكتله الدهنيه بتاعتي فوق 30 وعندي ضغط وعندي سكر والسمنه في حد ذاتها مسرطنه، السمنه في حد ذاتها هتموتني. فاخده لان هو هنا مضطر اخده. لو انا الكتله بتاعتي بالظبط، لو انا الكتله بتاعتي فوق ال 30 وما عنديش ضغط وما عنديش سكر وما عنديش حاجه وباخده عشان اخس، لا رد رد. ده انا متهم، انا بريء يا بيه. انت عايزاني رد. انت عايزه ايه؟ رد.
عايزه تاخديه رد انت عايزه ايه؟ مستنيه ردك ابو سيدك رد ربنا لازم يعيش لازم يعيش طيب دكتوره انت ما بتنصحيش بالطريقه لو ما عنديش حاجه ما عنديش تكيس مبايض ما عنديش كبد دهني ما عنديش كل الكلام ده وبس عندي بي ام اي زياده شويه يعني 26 27 لا طبعا ما لجالوش لانه هرمون يا جماعه بتدي يعني ما هتبوظي البنكرياس بتاعك اوريدي انت البنكرياس اوريدي بيطلع الانسولين ده بطريقه منتظمه بتاع ليه تدي له زياده الناس بتاخده لو عندها سكر او لو بري دايابيتيك يعني قبل ما يجي لي مرض السكر او ان انا التحاليل بتاعتي بوردر خلاص داخله على ان انا هيجي لي سكر لا ساعتها اخده بقى وانقذ نفسي انما انا تحاليلي زي الفل تحليل السكر بتاعي صايم تمام كله تمام يبقى ليه اخد دواء طيب. عشان اخس يعني يبقى احنا بناخد الامر عشان فيه مر لكن لو ما فيش الامر فما ينفعش ناخد هذا المر لسه مكملين وبليز ما ينفعش للاطفال ارجوك واكيد وهنرد وهنرد على كل استفساراتهم يا سهير اول ما نرجع احنا معانا التليفون اهو عندنا كام اسئله غير طبيعيه واي حد عايز يكتب لنا او عايز يكلمنا احنا حاضرين ونشوفكم بعد الفاصل حاضر وبنجد تحية لكم مشاهدين وبنتكلم عن الهرمونات وعلاقتها بالوزن ايه علاقة الهرمونات بالوزن ولا احنا اللي بناكل غلط ونظام حياتنا كله غلط ومن الغلط اللي احنا بنعمله ان احنا بنستسهل ونروح ناخد حقن السكر علشان نخس واحنا ما عندناش سكر فاحنا معرضين لاشياء اكتر بكتير ناخد امتى حقن السكر زي ما قالوا لما يكون عندنا مشكلات كتيرة جدا هل هنكتبها كأطباء يعني احنا ثلاث أطباء موجودين هل احنا جايين ندي آرائنا وانطباعاتنا الإنسانية للمريض الإجابة لا احنا هنكتبها في الانديكيشن بتاعها لان احنا ما بنديش آرائنا للموضوع احنا منفذين في مكانها احنا منفذين للقانون لكن عشوائية اعطاء الدواء هي دي المشكلة فاحنا بنتكلم ان كل حاجة ليها انديكيشن محدد احنا ملتزمين احنا اقسمنا طبيا وبنعامل اطباء وبنشرف على اطباء اصغر مننا فاحنا مش جايين ندي ارائنا وانطباعاتنا احنا قرينا ونعلم الكثير عن هذا من القراءات ومن يمكن شفنا مضاعفات زي ما يعني الدكتور اخويا الصغير الجميل ودكاترتنا شافوا هذا الكلام لكن ما نقدرش ندي ارائنا حقن السكر دي عشان يخسوا تقول لك مثلا ما انا باخدها مره في الاسبوع ما هي بتتاخد مره في الاسبوع الجرعه بتاعتها لا هم بيتخيلوا ان دي جرعه وفي كل يوم ايوه وان هي بتاخد مره في الاسبوع فتمام فمش هيحصل حاجه يعني ايه اللي هيحصل على فكره الحقنه اللي بتتاخد مره في الاسبوع اولا احنا ما نقدرش ناخد الجرعه كامله في الاول احنا بنرفع الجرعه من نص لواحد ده كل من اسبوع لشهر بتتدرج يعني بتتدرج الجرعه ومش كل الناس تستطيع ان تصل الى الجرعه العلاجيه الكامله في نهايه المده اللي هي بعد شهر وما اقدرش اوقفها بمزاجي ما هي لا ممكن اوقفها بس هي في ناس كتير هتضطر توقفها للاثار الجانبيه مغص البطن التهاب المراره التهاب البنكرياس اللي ممكن يحصل الصداع الالم العام الشعور بالاعياء اللي هي ممكن تدينا هذا العرض مش كل الناس هتستطيع ان تصل للجرعه الكامله طب في واحد يقول طب انا هكمل بربع الجرعه او بنص الجرعه ده مش يعني مش بمزاجنا اصلا صح طيب احنا عندنا اصدقاء لينا على الفيسبوك بعت لنا اسئله كتيره جدا فاسمحوا لي بس ان احنا ناخد منهم عشان نشاركهم معاهم اول سؤال جاي للدكتور حسام من ثواب السلام عليكم في دواء الهرمونات العاليه لو سمحت في هي من واضح ان هي من سؤالها هي عندها نسب الهرمونات بتاع جسمها عاليه يا ريت يا ثواب لو تقدري توضحي لنا احنا عايزين دقه تاني شويه نفس في المشكله المعلومة. اللي بقت عندنا كلمه الهرمونات مين هي الهرمونات دي واضح ان ممكن تكون هرمونات اذا كانت حاجه ليها علاقه بالغده الدرقيه فهندي حاجه للغده الدرقيه فاهم حضرتك قصدي ايه انما مفيش الكلمه بتاعت عموم كده الهرمونات دي للاسف فكره خاطئه تاصلت قوي في الثقافه بتاعتنا عايز نكون حذرين جدا معاها مش اي هرمون بروح اعمل له اختبار زي مثلا دكتور نسي قال كلمه مهمه جدا موضوع الهوما اللي هو اختبار بتاع مقاومه الانسولين لا مش اي حاجه اروح اطلبها من المعمل ادفع فلوس والمعمل يقول لي يلا هات ومديني نتيجه وده يبقى اسمه طب
مش كده. فاجابتي ليها ارجوكي روحي لطبيب متخصص يرد عليكي يفهمك القصه دي. طب في محمد ابو مهند برضو السؤال مش واضح قوي يا استاذ محمد، بس هو بيقول دكتور منيسي بق ميه على ريق الصبح مش صحي كصحي الطعام، مش يعني هو خلينا نقول شرب ميه على ريق الصبح، اشربها على الريق، اشربها في نص الطعام، اشربها في قبل الطعام، ده حاجه صحيه؟ هل في ناس عندها كان مفهوم اشرب ميه وسط الاكل ولا ما اشربش ميه وسط الاكل؟ الميه بتعمل كرش ولا ما بتعملش كرش؟ الاجابه الميه لا يمكن تعمل كرش، ده زيرو سعرات حراريه، فلا يمكن تعمل لنا كرش. والاكل شرب الميه وسط الطعام ما بيقللش العصاره الهضميه، فما فيش حاجه اسمها انا هشرب ميه قبل الاكل ومش هشرب وسط الاكل، ممكن اشرب ميه في اي وقت. طب ام ياسين بتقول انا مريضه سكر وباخد دواء نوفوفورمين 1000 ملي جرام مرتين باليوم، هل هذا خطر على جسمي؟ ده كتير قوي. 1000 ملي جرام لو هي بتاخد ال 1000 ملي جرام ده غالبا هيبقى ميتفورمين اللي أيوة. هو ال لا نوفو. ده يعني غالبا هيكون اسمه التجاري مثلا او مثلا اسمه تجاري. ده اسمه تجاري فهي ده 1000 ملي جرام، هي الماكسيمم دوز بتاعت الميتفورمين 2500 ملي جرام في اليوم، وهي لو زادت عن كده هتعمل لها اسهال ومغص في البطن. يعني انت صح ولا خطر يعني على لو بتاخد 2000 مفيش مشكله بدون تحت اشراف. طيب المنشد نور محمود يا دكتوره بيقول لك انا بزيد بسرعه، اكيد انت بتاكل كتير، اتفضلي يا دكتور. يوقف ازاي؟ بيزيد بسرعه يقول لك انا بزيد من الهواء، يقول لك انا ما باكلش خالص وبتخن. ده النبات يا فندم. لا هو ممكن يكون بيبقى متخيل ان هو ما بياكلش خالص، بس هو اكيد بياكل، بس وممكن يكون بياكل غلط، لأن برضو طريقة الأكل ومواعيد الأكل هي اللي بتسبب الزيادة. يعني ما نوعية الأكل وتوقيت الأكل بالظبط، النوعية والتوقيت والكمية طبعا يعني أكيد طبعا. أيوة بس في ناس مثلا طبيعة شغلهم مثلا يبقوا الصبح ما بيأكلوش وبعدين يجوا يتغدوا كويس جدا وبعدين بالليل خالص ممكن ياخدوا فاكهة، يصحوا مع التكرار مثلا ما هو الفاكهة زايدين. بالليل خالص دي برضو لما غلط لما بيجوا يسألوا عشان ودي حاجة أنا عايز أفهمها، يقولك الجسم خزن الطاقة بتاعته، هو الجسم بيخزن الطاقة بتاعته دي خايف من ما ينيلها وينزلها عشان يخس؟ لا الجسم بيخاف من حتة الستارفيشن مود ده، لأن الفات سيلز دي هي مش عايزة تنزل، دي هي حماية، فهي مش سهلة يعني بتبقى متمسكة في الجسم. يعني لو أنت مش بتحاولي تنزلي وزنك مش هينزل. لأن طب لو أنا عايز أخلص من الفات سيلز دي اعمل بقى الصح، إيه بقى؟ اكل صح وانام صح واتحرك صح والعب رياضه وفي نفس الوقت انقي نوعيه الاكل بتاعي. انا عايز اضيف حاجه على موضوع انا ما باكلش، انا طبعا دي بسمعها على طول بقى عندي، انا ما باكلش خالص يا دكتور وبتخن، فبقول طبعا برد الرد فعلا ما ينفعش غير لو انت نبات، ده الحل الوحيد او الكائن الوحيد على الكوكب. لا حضرتك بتاكلي وبتاكلي كتير، بس في نظرك ده مش كتير. لا هو كتير لو عددنا لك عدد السعرات الحراريه هو كتير، ده الحاجه الاولانيه. في بقى نقطه تانية من الموضوع، ليه صاحبي دوت اول ما يبطل اكل بيخس على طول وانا مش بخس على طول؟ في نقطه غايبه علينا اللي هي السمنه في الطفوله. احنا اصلا كمصريين لما بنشوف يعني الطفل الصحي عندنا هو ما شاء الله الطفل مقلبز لحد فتره طويله، احنا ضرينا الطفل ده لانه هو ده الطفل اللي جاي يعمل رجيم مش عارف يخس. يعني سمنه الاطفال تبقى مشكله معانا طول العمر، هي دي مشكله اصلا. كونت فات سيلز كتير، هي دي مشكله اصلا. اتكون عنده حصلات اللي هي الخلايا الدهنيه، هي بقت موجوده على فكره، حتى لما هيحرم نفسه الحصلات ديت موجوده بتقاوم لان هي موجوده على عشان كده في واحد كان رفيع اتجوز تخن ساب نفسه تخن، تلاقيه بقى فقل نفسه يعني ممكن مع مش عايز اقول، المهم يقوم ايه يوم يخس بسهوله لان هو ما عندهوش دين يدفع. ده فقل نفسه في الاكل ولا فقل نفسه انه اتجوز؟ لا ندم فما عندهوش دين. انما اللي تخين من وهو صغير وبيحاول يخس، حضرتك محتاج تواظب اكتر وتظبط لان عندك دين بتاع سنين. جاد دكتور في وطني كرامتي بتقول لحضرتك عمري 57 سنه بعد انقطاع الدوره رجلي رفعه جدا، يعني المنطقة دي عندها رفعت قوي وأصبحت فروة راسي جافة جدا، فما هو العلاج المناسب مع الشكر؟ طيب بالنسبة لفروة الراس دي تغيرات جلدية طبعا، ودي معروفة بعد انقطاع الطمس، فهي رقم واحد هتروح للطبيب الجلدية عشان هيديها حاجات تساعد.
اما طبيب النساء هيكلمها على الخيارات التعويضيه، ومش لازم تبقى هرمونات تعويضيه، مش لان الهرمونات شريره انا ما لحقتش اتكلم في الموضوع ممكن ده. ممكن هرمونات نباتيه يعني كلهم الفايتو استروجينز. ايوه هتقصدك على الهرمونات. ايوه دي انا ما اعرفش ده اسمه ايه العلمي. ايوه ودي بقت السائده في العالم لانها بتعوض السيدات وفي نفس الوقت بتبعد عن الخوف او المخاوف. بس البريمروز دي ملهاش معنى ولا ليها؟ البريمروز دوت مستخرج زيت مستخرج زهره جاما لينوليك اسيد، مش هيشتغل على الشكوى ديت، ولكنه بيخفف اعراض اخرى وحاجه طبيعيه يعني، وبيحافظ على الجسم يعني بيديله فايتاليتيز. هو شيء طبيعي حضرتك، مش هيضر اذا ما فاتش مش هيضر. طيب سوسب اللي كانت بتقول على الهرمونات عندها زايده، هي بعتت دلوقتي تقول لك الهرمون اف اس اتش. ايوه ما ده الطبيعي الافس ده، لان انقطاع الطمس. فهمت؟ شفت حضرتك قد ايه الكلمات بتصاغ بطرق تخلي الناس تتوه. هو ده الطبيعي. طيب. هو ده الفسيولوجيا الجديده بتاع الجسم. طيب بس يا دكتور فعلا في ناس مع السن مناطق معينه عندهم هي اللي بتخس ومناطق تانية كان توزيع الدهون عندهم مش مظبوط، لكن في مناطق بتخس بشكل غريب اللي هو زي الرجلين، ده برضو ممكن يكون من نقص الاستروجين. اسمحي لا يا فندم، هو اللي ما خسش الدهون رجلين. العضلات يا فندم، الكتله العضليه راحت. اللي هي اللي راحت. ارجع واقول تاني، دكتور منيسي قال كلمه يا ريت تكون الناس اخدت بالها منها، اللي عايز يخس مش لازم يروح الجيم، يا ريت لما يروح مشوار ويكون رايح بالعربيه مش لازم يركن على باب المكان صف المشي. تاني مش عيب لو ركنت ومشيت العشر دقايق دول، لو عايز بلاش تطلع في عماره في الدور الثالث وتنزل، مش لازم تستنى الاسانسير، انزل على رجلك. طيب دكتور منيسي بتقول هل ارتفاع كوليسترول بيؤثر على انتظام الدورة الشهرية؟ ملوش اي علاقة نهائي. كوليسترول ده مرض جيني وراثي، هو اربع انواع، في النوع الاول والنوع الثاني الف وبه، النوع الثالث والنوع الرابع، في نوع خامس اللي هو مرتبط بس بالدهون الثلاثية الزيادة. مشاكل الدهون الثلاثية عشان في ناس مش فاهمها قوي، لو عد احنا زمان كنا بنبتدي ندي علاج على 160، لا احنا ابتدينا ندي علاجات فوق ال 400 علشان التهاب البنكرياس وتاثيرها على القلب اقل بكثير من الكوليسترول. اما في بقيه الامراض الجينيه احنا لازم ندي عائله الاستاتنز لان ككوليسترول، لكن هي ما لهاش اي تاثير. الاستاتنز بتقلل فرصه سرطان القولون وسرطان الكبد. لحظ ادويه الكوليسترول بالصدفه اكتشفوا هذا الامر، هي اللي هي منظمه لهذا، فمفيش حد يخاف من ادويه الكوليسترول. طب ملهاش علاقه بالطمس نهائي. جونا اكرم بتقول لك يا دكتوره الزايد عندي في الوسط والبطن اتخلص ازاي؟ هل في دايت للمنطقه دي بالذات؟ مفيش حاجه اسمها دايت لمنطقه معينه. النبي بيقولي لا مش هقول. بصي في فعلا ست تيجي تقول لي انا عايزه اخس من فوق بس انا من تحت كويس، مفيش حاجه اسمها كده. هي توزيع الدهون في الجسم دي اولا جيناتيك نمبر 1، بتيجي تلاقي العيله كذا، يا اما بقى فعلا عندها استروجين زياده قوي فبيخلي الحته اللي تحت من الجسم اتقل شويه، دي الحاجه الوحيده يعني اللي بتظهر. يعني معنى كده دكتور ان كل الاعلانات اللي على الانستجرام بنشوفها او على الفيسبوك اللي بتقول دايت لتخسيس المنطقه الهنش البطن كله اي كلام في البلاط؟ مفيش الكلام، مفيش الكلام. بس هو عموما الجسم لما بيخس، يعني انا جات لي بيشنت بنوته صدرها كبير جدا، اوكي لما ابتدت تخس بقت رجعت نورمال. هو بيبقى حسب يعني الفات سيلز دي جيناتيك موجوده فين، هي كانت عندها فات سيلز كتيره في المنطقه دي. فالفات سيلز دي بتبقى عامله زي الدولاب اللي هو فيه حاجه واسعه فبترمي فيه الدهون بتاعتك. فالست تلاقي عندها دراعاتها مثلا تخينه قوي، بطنها هي التخينه، حسب بقى الانسولين وزع الفات ده على مع الدايت ممكن كله يتوزن، مع الدايت كله بيتوازن وبينزل تاني. بس هتلاقي برده في ست شكلها من تحت اكتر شويه، في ست صدراء اكبر شويه، لازم هو ده الطبيعي، ده الطبيعي يعني. طيب في ست في كان حد في عندك سؤال للدكتور حسام؟ انا راح فين انا كنت لسه هي كانت. طب ري انت عشان نقدر. دكتور حسام في هرمون البروجستون اسمه بروجستون بيتاثر في حاله استئصال الرحم والانابيب والمبايض، والمفروض اخد حاجه بعدها عشان تعوض؟ ما هو حضرتك هرمون البروجسترون ده بيطلع من المبيض في الجزء الثاني من الدورة الشهرية اللي هو بعد بقى ما البويضة تطلع. طب وده برضو علشان يحضر بطانة الرحم علشان تبقى جاهزة لاستقبال جنين يتغرز فيها. فهي لو شالت المبيضين مش بس البروجسترون بقى اللي ناقص عندها، ما هي دخلت في مرحلة التعويض. طب نعمل ايه؟ تعمل التعويض ايه؟ يبقى يا اما هتحتاج تاخد هرمونات تعويضية، وبالمناسبة حتى لو هتاخد هرمونات تعويضية في حالتها مش هنديها بروجسترون.
طب هي الهرمونات التعويضية دي في حد ذاتها مش بتخن؟ يعني كتير جدا يقول لك انا بتخن عشان باخد هرمون تعويضي. لا يا فندم، الهرمونات التعويضيه مش بتخن طبعا، هي من الحاجات اللي في العالم كله اتعمل لها بعبع، فالناس كلها بقى بتخاف منها، بس هي برضو كالعاده ليها قواعد وبنديها بطريقه معينه علشان تكون امان. اللي يهم المراه بعد انقطاع الطمس في التعويض هو هرمون الاستروجين، بس احنا بنضطر ندي بروجستيرون معاه ليه؟ عشان لو هي لسه عندها رحم في بطانه واديناها استروجين فقط، الاستروجين ده ممكن يحول بطانه الرحم يجي فيها سرطان، فلازم ندي بروجستيرون يعادل معاه. فالسيدات اللي بتبقى شايله الرحم مش بنحتاج نديها بروجستيرون معاه، بنديها الاستروجين بس، لان في الحقيقه بقى في الهرمونات التعويضيه هرمون البروجستيرون اللي احنا بنديه هو اللي بيزود نسبه حدوث تجلطات في اورده الساقين، وهو اللي بيزود نسبه حدوث سرطان الثدي. طب دكتور منيسي، هل خل التفاح خطر؟ وسؤال، هل هرمون الليبتون ممكن معلومات؟ ايه خطوره الست تصوم 16 ساعه؟ يعني هي متابعه معانا الحوار فعندها ثلاث اسئله حقيقي، ده اللي انا فهمته. خل التفاح خطير؟ وايه يعني هو هرمون الليبتون وليه خطوره 16 ساعه؟ خل التفاح مش هيزعلنا، يعني زيه زي اي حاجه هندخلها داخل البطن، يعني لا هيزود لنا الحرق ولا هيخسس لنا البطن ولا هيعمل اي حاجه. ناس بيقولوا بيخسوا عليه. خلاص يعني لا، انت ما تقعدش تتريق على ايه، ما تقعدش انت حبيبتي قولي الحقيقه. اول ما يقول كده قولي بالظبط، اول ما بيقول لي اول ما يعمل لي راس حراري خلاص اعرف على طول. انا 4 كيلو خدت الدفاع ما خسيتش يا ابني. الليبتون ده هيطلع من الكتله الدهنيه، يعني الجوع هو الجرالين، والليبتون ده بيطلع من الكتله، وفي حاجه اسمها امراض مقاومه الليبتون، يعني قصه هو طويله. هو الليبتون ده انا اول مره اسمعه. مش مهم ان احنا نعرفه، وفي ادويه بتزود الاستجابه بتاعه الليبتون، المهم الناس تعرف الليبتون. يعني خليها تعرف الهرمونات الاهم مثلا. واضح ان حضراتكم كدكاتره عندكم وجهه نظر، ننسى اسامي الهرمونات الحاجات اللي هي ملناش فيه. طب عندنا سؤال من البحرين، بتقول لك يا دكتور منيسي عايز اخد دواء الغده وانا السكر على البوردر، ممكن اخده؟ تاخد دواء الغده وتاخد دواء السكر لو هي عندها لزوم لهذا. لا يعني دواء الغده حاجه بس اللاين هنا ممكن تاخد. يعني هي مش مريضه غده؟ لا هي عندها الغده، واضح انها جت لها الغده، تاخد دواها بشكل منتظم على لو هي الغده الدرقيه وعندها خمول في الغده الدرقيه هتاخده على بطن فاضيه ومش هتاكل لمده ساعه بعده، وعندها عندها ضروره لاخذ دواء سكر هتاخده، ما عندهاش ضروره للسكر مش هتاخده. الحفاظ على السكر رقم واحد قبل ما نضطر ندي دواء السكر. على فكره الناس كلها فاكره ان هو انسولين ونوع تاني اللي هو مقاومه الانسولين والتايب 2، لا ده هو اربع انواع، في حاجه اسمها ادلت انست، يعني فهمنا انواع كتيره جدا، وامراض اللي هي مرتبطه بمقاومه الانسولين وحاجات كتير في التقسيمه بتاعه السكر. لكن في النهايه الأدوية ما تغيرتش عن المفهوم، وما زال الميتفورمين هو الدواء الأول اللي احنا بنستخدمه في عالم السكر، فاللي هو انديكيتد أو الطبيب بتاعها شايف كده تاخد الأدوية بشكل طبيعي. طيب مع تنظيم الغذاء بشكل ضروري، أهم حاجة تنظيم الغذاء. هل العلاج الهرموني بعد كانسر الثدي تأثيره على زيادة الوزن؟ لا هي معلش أنا آسف سوري أعذريني، هو أصلا ممنوع، يعني لو واحد عنده سرطان ثدي يا اماني انه علاجه لا قصدها انا اسف علاج الهرموني لسرطان الثدي ولا كتعويض؟ لا العلاج الهرموني بعد كانسر الثدي تاثيره ايه على زياده تاثيره الوزن؟ ايه على زياده الوزن اللي هو التاموكسيفين؟ ايه يعني العلاج الهرموني بالنسبه للسمنه؟ لا ملوش علاقه بالسمنه، ده لازم تاخده. ملوش علاقه بالسمنه وده لازم تاخده، ده حاجه يعني ده في البروتوكول بتاع العلاج بتاعها، نسبه انه لا قدر الله يرجع لها تاني، يرجع لها تاني فلازم تمشي عليه. فتخن او ما تخنتش مش هتتخن، ومش هتتخن ما بيتخنش. طب وعبد محمد بتسال حضرتك يا دكتور داليا، هل في وجبات او مشروب يقلل من شهيه الطعام؟ قولي اول لا هو في مشروبات ممكن يبقى فيها الياف، اللي هي بقى بحاجات اللي بيتعلن عنها والكلام ده، اللي هي بتملى البطن فتحسي بالشبع، انما حاجه تقلل الاحساس بالجوع ده السنتر بتاع الجوع ده عموما بيبقى اللي بيقلل الاحساس الجوع زي ما الدكتوره قالت، هي الالياف والبروتين والقهوه. يعني القهوه ممكن طبعا بدون سكريات، السكر مشكلته في حاجتين. ايوه انا خدت قهوه من غير سكر، وانا ما بشربش قهوه ولا شاي، بس يعني مره قررت اشرب قهوه من غير سكر هتقلل لك الشهيه. بالظبط، ده حاجه معلومه عن التجربه. في صديقتي وحيده من اسكندريه، ازيك يا وحيده وحشتينا، هي سنها مش صغيره بس بتقول مفيده، انا عايزه اعرف بعد ما بطلت السجاير بحس بجوع على طول، وانا ما كنتش كده الاول، وانا كنت بشرب سجاير بقالي 50 سنه
بس ده حصل بعد ما دخلت المستشفى، نسبة الأكسجين عندي ضعيف يعني وقعت، وجت لها جلطات في دماغها وفي الرئة. هل هي بقت بتاكل كتير؟ طبعا، لان التدخين والنيكوتين في الهاند هابت دي، فبقت تتحول للاكل بدل ما انا ماسكه السيجاره بتتحول للسناكينج. وطبعا النيكوتين برضو كان بيبقى ليه تاثير شويه في سد الشهيه. طيب الحل ايه دلوقتي مع مراعاه ان هي جات لها جلطات؟ لا طبعا ما ترجعش للتدخين تاني، طبعا ما ترجعش للتدخين، بس الحل اللي هي تنظم وجباتها. يعني ايه؟ اخد الوجبه اللي اخدها تبقى مشبعه، بحيث ان انا اطلع من الوجبه دي اقعد شبعان 3-4 ساعات، ما اكلش وشويه تاني كمان 10 دقائق اجوع. فايه الوجبه المشبعه دي؟ ان هي تكون وجبه متكامله فيها بروتين زي ما الدكتور محمد قال، بروتين بنسب معقوله، لان برضو في ناس بتخش في نسب بروتين عاليه قوي. فالبروتين على فكره لو زاد عن 250 جرام في الوجبه بيتحول لسكر. الله، ده يعني لو واحد متخيل ان انا لما اكل فرخه يعني هخس بجد. طبعا. دي معلومه جديده. مظبوط، ده كلام مظبوط. طب في واحده بتقول لك يا دكتور عندها 43 سنه بتاخد اقراص منع الحمل، وزنها زاد جدا وللاسف الدوره قطعت من سنه، اعمل ايه؟ اقراص منع الحمل. طب ولو هي دوره قطعت بتزود الوزن؟ يعني هي عمرها، يعني قصدي اصلا اقراص منع الحمل ممنوعه بعد سن 45 سنه اصلا. هي عندها 43 سنه. تمام. وبتاخدها وزنها زاد والدوره قطعت. طب بتاخدها ليه؟ يعني وليه اقراص منع الحمل؟ اولا هنقول فعلا اقراص منع الحمل بتخن. فعلا بتخن، بس برضو مش من نفسها. يعني بتتخن عن طريق انها بتفتح الشهيه وبتزود قابليه الجسم على التخزين، برضو مش من نفسها. يعني عشان احنا بناكل ونفسنا بتتفتح. هو دايما هترجع اصلها دايما القصه دي، بس عشان اكون هي فعلا اقراص معنى الحمل معروف معناها طبعا برضو اللي مكتوب في بصراحه في الكتب يعني انها بتزود، ده معناها في حدود الخمسة كيلو، يعني مش ارقام ضخمه. بس هي قاعده حتى في كل وسائل معنى الحمل، اي عرض جانبي لوسيله منع حمل يوصل لمرحله انه عامل مشكله للست، يبقى خلاص هي ما تنفعلهاش الوسيله دي. طيب انا قبل ما نختم دكتور منيسي، واحده صاحبتي قريبه جدا مني حصل لها هبوط في الدوره الدمويه وهبوط في السكر مفاجئ، ولان هي بتعاني من الاسترس وكل الكلام ده. ف الحاله دي هل ممكن تتكرر مع الوقت او طول ما هي فيها استرس؟ انا هقول لكم يعني ايه تغير في الوعي بشكل سريع. ويعني ايه هبوط في الدوره الدمويه؟ في يا اما في حاجه اسمها اضطراب في كهربه المخ، يا اما ناس مريضه بقى ورم خلافه زي الكلام ده. يعني المخ والاعصاب حاجتين، اللي هي اضطراب كهربه المخ نتيجه كل الاسباب بتاعه اضطراب غير الصرع وخلافه، او في حاجه اسمها كونفرجن ديس اوردر اللي احنا قلناها، ست ظبطت جوزها بيخونها او ابنها ضربها فتشلت. في من كونفرجن ديس اوردر ده اي خلل عصبي منهم الصداع او الاغماء، يبقى ده المخ والاعصاب. يا اما اضطراب في كهربه القلب، عندنا امراض جينيه في كهربه القلب، في حاجات وراثيه يعني دائمه يعني دوميننت، وفي حاجات مش بهذا الشكل. في حاجه اسمها اضطراب في كهربه الدم، وولف باركنسون، مش واخدين بالنا منها. لو احنا ما عندناش كل ده، ما انا هحكي لكم بقيه القصه. هبوط عشان والقلب ده ثلاث حاجات، يا كهربه قلب، يا اما ضعف في العضله او خلل في العضله كارديوميوباثي نتيجه ادويه او التهاب فيروسي، او خلل في صمامات القلب اللي هو ارتخاء الصمام المترالي، او لما بنكبر فوق ال 60 وال 70 بيحصل لنا تيبس تكلس في صمامات القلب يعني الاورطه وخلافه. طيب في ناس بقى بيجي لها هبوط في الدوره الدمويه. يعني ايه؟ دي حاجه اسمها نشاط عصب حائر، فازو فيجل سينكوب، ده برضو مرتبط بالقلب فجاه وده ممكن يتكرر. ده ممكن انا افتكر معلومه ضايقتني، اهانه، شفت قطه، ده ممكن يجي مع البلع، ممكن يجي مع البلع، يجي مع فكره يعني سيتويشن، يجي مع حر، يجي مع قاعد في مكان الناس كلها مهزقاني ومبهدلاني ومضايقاني، او سمعت خبر مزعلني، او حد خضني، او امراض السكر، الغده الدرقيه، الغده الكظريه، يعني دي حاجة او نزيف. انا ما اقدرش امنعها. لا هو لو بتتكرر احنا ليها حلول. لا لو مش بتتكرر، لو بتحصل يعني قبل ما احس انها تيجي اقوم جاي نايم على ظهري واخد رجلي وايدي على زي الفراعنه كده، واخد رجلي على بطني كده دقيقتين هتفك. ده لو هي نشاط عصب حائر فازوفيجال سينكوب، بس لازم اكون عملت كل الفحوصات وتبين لي ان ما عنديش مشكله اخرى.
ان شاء الله. طب اخر حاجه من الدكتوره داليا بصراحه عشان مش ادويه الاكتئاب عندنا سؤال، وده فكرني بان ناس كتير جدا ادويه الاكتئاب بتخنها صح يا سوس، ممكن تتخن، فبتقول انا باخد علاج للاكتئاب وخلاني تخنت جدا مش عارفه اخس، اعمل ايه رغم اني مش باكل كتير؟ ادويه الاكتئاب بتقلل فعلا الميتابوليزم بتاعه الجسم وبتعمل ووتر ريتينشن كمان، يعني تخلي الجسم يخزن ميه فتخلي الانسان منفوخ، بلس ان هي بتفتح الشهيه لان بيبقى فيها نوع من انواع الريلاكسيشن. يبقى كده لازم تراجع الدكتور يغير لها نوع الدواء ده، الادويه ده دواء تاني، لان في ولا كل الادويه كده؟ يعني هي عموما اغلب الادويه بتاعه الدبريشن بيبقى فيها الحته دي، لازم بيحصل شويه زياده في الوزن لو المريض مش واخد باله. اتفرجي علينا واتحكي وشغلي افلام ابيض هو الستريس ده هو المساعد، وانسي اي هموم وما تاخديش الدواء عشان تبقي زي الفل. شكرا لكم جدا لحضراتكم، اعتقد ان احنا كده يعني ردينا على مجموعه كبيره من الاسئله اللي احنا ما تزعلوش حقوق عليها، بس دايما احنا عندنا يوم الثلاث دايما معاكم في كل الاسئله الخاصه بيكم. دلوقتي بنشكر كل الدكاتره اللي كانوا منورينا النهارده. شكرا جدا، احنا المطبخ اتفضلوا معانا. التالي أشهى الأكلات في مطبخ الستات مع نصرة صبحي. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم وفي المطبخ بتاعنا منورانا نصرة حبيبتنا وجايبانا أكلات بجد جامدة جدا، منهم الرز بلبن، بموت في الخلق الرز بلبن يا جماعة. ازيك يا نصر منورانا؟ ازيك يا حبيبتي؟ بس الأول هتعمل لنا حاجة تانية. ازيك يا نصر منورانا؟ وحلو الأبيض في أسود ده حبيبتي، هو الأهم حبيبتي ربنا. اه اوكي هشوف بوت الأبيض من مين ده يا نصر؟ إن الأكلات دي اقتصادية جدا بعد الهواء، الأكلات دي اقتصادية جدا وفي نفس الوقت مفيدة جدا والناس كلها بتحبها. أكلة اقتصادية، أكلة اقتصادية يعني بربع كيلو لحمة مفرومة. وممكن نعمل مسقعة من غير لحمة مفرومة أصلا؟ ممكن من غير لحمة مفرومة طبعا، بس أنا عاملاها يعني بربع كيلو. اللي عايزة أقول لك إن أنا بحبها من غير لحمة مفرومة، من غير لحمة مفرومة يعني وقت ما كنت بأكلها الحمد لله. بطاطس ولا بتتحمر وتوم وفلفل وطماطم؟ لا ده دي حاجة دي طريقة طيب. ودي طريقة. طيب أنت الأول عاملة البتنجان عشان بس الناس سألوا. دهنا زيت أيوة وحطها على الشواية بس، ورشها رش الدقيق عشان خاطر يبقى كريسبي ما بقاش معجن كده. يعني هناخد حته زبده صغيره قوي. اوكي احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط اللحمه. انا مسخنه لك كل حاجه. هنحط اللحمه. اوكي الزبده، هنحط اللحمه قبل البصل عشان البصل ما يغمقش. اللحمه قبل البصل؟ قبل عشان البصل ما يغمقش، عشان البصل يبقى فاتح، ونكتر البصل طبعا عشان اللحمه ايه قليله. انا طول عمري فاكره ان هاتي ده، انا طول عمري فاكره ان البصل الاول عشان لازم لازم يتعمل لا بتحس ان هو خد لون غامق من اللحمه شويه، من الجوس اللي بينزل من اللحمه. اوكي فاما كده تاخد صدمه بيبقى كل اللون بتاعها كده الاحمر ده، الرز ده اختفى تماما. اوكي احنا كل ده لسه هنحطها في البرام وندخلها. هنحطها بقى في البرام على طول يعني، بس على بال كده ناخد بقى ال البشاميل. ده مهم درس البشاميل. البشاميل ده على طول انا بعمله على البارد. يعني ايه على البارد؟ خدي اهو مضربه لو عايزه. انا عايزه بس احط الدقيق. قولي لنا للناس اللي هي لسه بتبتدي يعني عشان البشاميل، عشان البشاميل ما يتكلكعش. بيتكلكع مع ناس كتير، اما بتضطري انك انت تسخني الزبده وتحطي الدقيق أوكي. ممكن يكلكع معاك، انما انا بعمله كاني بعمل مهلبيه بالظبط. تمام بمعنى ومنه ايه بقى؟ منه ما بياخدش يعني. هبعد بس كده على النار. طيب تمام كده هنحط اي مكان البشاميل. كم واحده دي؟ مكرونه اربع معالق دقيق. اربع معالق دقيق يعني دي طريقه ايا مكان النوع الاكل اللي انا احط عليه البشاميل يمشي يعني. يمشي. هو اللبن اهو عندك لبن. طيب وعلى فكره المسقعه ممكن تمشي من غير بشاميل اللي بتبقى الطف بكتير، بس يعني اللي عايزين البشاميل دي الطريقه. اوكي يلا حطي اللبن. هنحط اللبن. اوكي المضرب معاك. انا عم مضرب اهو. حطي بس النار تبقى واطيه صح.
يعني المهم ايدك فيها يعني ايدك فيها يعني مش مشكله تبقى واطيه يعني المهم تبقى ايدك فيها على طول عشان ما يكلكعش. طب افرضي عايزه بقى تحطي زبده لو كلكع بقى ممكن تحطيه في الخلاط ومشيه ولا ازوده لبن؟ لا لا ممكن تحطيه في الخلاط وتضربيه هيفك او بالهاند بلندر. اه اوكي. طب احط زبده بقى او شويه لبن؟ هحط حته صغيره قوي عشان بس عشان البتنجان. طيب بس حته ما انا مش هاكل ما باكلش البشاميل. طب انا هنا اللحمه اهي اعمل ايه بعد كده؟ بس خلاص هي اختفى خالص. بس انت هتعملي ايه؟ هنحط بقى البصل. احط لك البصل ده كله؟ كل كميه البصل. كل البصل دي عشان اللحمه قليله. يعني انا مكتره البصل عشان اللحمه قليله. اقتصاديه. اكله اقتصاديه يعني. طيب كويس. ايه اللي يختلف؟ بصي بقى نعملها البشاميل لما نعملها من غير اللحمه. خلاص بترفعيه. خلاص برفعه بقى كده من قلتي بقى. لما نعملها من غير اللحمه ايه الخطوات المختلفه بقى؟ الخطوات المختلفة ما بحبش فيها لحم بعمل خلاص تتعمل بقى مثلا رق بطاطس ورق بتنجان وصوص طماطم. ايوه هنا البصل موقعه ايه بقى؟ احطه امتى وازاي؟ حلقات بصل. هنقطع البصل حلقات وبطاطس حلقات والبتنجان. هو لسه كنا في فقره بنتكلم فيها على انا بعمل للولاد الغلابه بتوق. ايوه ما عشان اصحى مين بياكل اكل غير عشان مين بياكل اكل غير الاستوديو. نحط بقى فلفل. بعمل لكم والله ده فور يو فور يو مش فور مي. شويه ملح. ايوه ملح وفلفل. ماشي يا جماعه دي حلوه قوي. ملح وفلفل. بصي بقى البصل بيبقى باين ازاي. عشان تاكليه مع البتنجان يبقى طعمه باين. اما بتحطيه الاول وبيدبل فبيختفي. دي طريقه كويسه حلوه. وانت مش حاطه ولا طماطم ولا اي حاجه؟ لسه هحط بقى عصير الطماطم اهو. خلاص كده لما اعرف ايه بقى احطه امتى. خلاص هي كده البصله بدات تدبل اهي معاكي. والحلق والخاتم ده برده من عندنا. كله من عندك واللبس كله. واللبس كله انت عارفه الاكسسوارز يعني. يلا هحط بقى ننزل بقى بالطماطم. نحط شويه ميه سخنه. طبعا طماطم فريش يا جماعه. طماطم فريش واصح وارخص يعني. سيبنا بقى من الحاجات اللي احنا بنشتريها دي بنستسهل نشتريها لانها كلها مواد حافظ. لما تحطيها في الطبق هتعمليها ازاي؟ نحط دي بس كده عليها بسيط خالص. تاخد غلوه ما نكترهاش. طيب في الاثناء دي البايركس بقى هنجيب البتنجان. انت بقى فريشي وانا اجيب لك البتنجان. يلا لو هنعملها بقى يا سوسو كنت بتسالي من غير لحمه. انا اصلا انا بعملها من غير لحمه. هنحط كده رق بس بحط فيها او كنت يعني بحط فيها زبيب وسنيبر. زبيب في المسقعه اللي بتبقى تحفه. سنيبر بيبقى حلو بتبقى تحفه. بس ما فيش اللحمه لان بيبقى خف بكتير. الزبيب زي ما انت عامله كده شويه. انا ممكن احط توم. واحنا ليه ما حطيناش توم؟ لا دي بتتعمل من غير توم. دي بصل. التانية بنحط فيها توم وبعدين بتبقي عامله بقى حلقات بصل بتعملي رق بتنجان. هو اهم حاجه في البتنجان ان احنا ما حمرناهوش في الزيت. ان احنا عملناه في الفرن علشان برضو بيبقى صحي وفي نفس الوقت ما خدش زيت وكميات الزيت واسعار الزيت. محترمه ازاي؟ عملها محترمه دي حقيقه. عايزه تحطيها كلها يتغذوا. وعلى فكره نفس الطريقه دي بجد البصل عملها محترم. ايوه لنفس البصل واللحمه ممكن نعمل شكشوكه. ممكن نعمل بيض بقى. صح صح انا بقول صح؟ ايوه صح. صحيلي. نعمل بيض فالشكشوكه دي اكله تحفه في لو انت عايزه. انا نفسي مره ناصر ما تعمل لنا مره شكشوكه. اصل الشكشوكه دي بيختلف عليها الاخرين. انا كنت عايزه اعمل لكم شكشوكه واعمل لكم بصاره واعمل لكم الحاجات الجميله دي. يعني مش كل الناس تعرف ان انا بحب البصاره جدا. وانا بس لان بطلت اكل عيش ممكن اكل بصاره من غير عيش بالمعلقه. نحط بقى البشاميل. صوص البشاميل. خدي بقى خدي بقى انا همسك لك دي وانت خديها بس يلا. خلاص هي ما مش هتاخد وقت. نكمل سوا في الفرن. تقعد قد ايه في الفرن؟ ممكن تحت الشوايه بس لان كل حاجه تعتبر كل حاجه مستويه. ربع فهي ساعه. فهي كده بتاخد لون عشان البشاميل. ربع ساعه تلت بشاميل. وهحط رشه صغيره بس رشه جبن. جريئه رشه بسيطه كده بس جبنه. هو كله بسيط الحقيقه. ما جاتش على الجبنه بقى شيدر.
شيدر بقى موتزاريلا حاجه بسيطه يعني. اللي مش اللي ما عندوش جبنه اللي بتبقى احلى والله من غير الجبنه. اللي ما عندوش ما يحطش يعني برده مفيش مشكله. ما تعملوش بشاميل والله طعمها احلى من غير بشاميل. والبشاميل برده اما بيتعمل يعني مفيش بقى تحمير برده دقيق بالزبده. أيوة بياخد كميه كتير. وفي برده بقى كريمه لباني بتتحط بقى التجميد اللي بيحصل. يلا فرن ونيجي على حبيبي اولع لك اني نار بقى. ودي شكل المسقعه لما خلصت شكلها حلو قوي. اهي الشكل عامله جرجير. تسلم ايدك. لا تسلم. انا يعني لسه دوب انا عامله دايت. ولعنا هنا ولا لا؟ اتولعتي فين؟ انا والله عايز تولعي هنا. تعالي ولعي هنا. تعالي هنا هنا انا حافظاه. ايوه يلا. الرز طبعا قبل الهواء انا حطيته في ميه. اوكي. وزي سلقته بس. مجرد سلق عشان ما ياخدش ايه وقت يعني. ماشي. اوكي ممكن احط له ميه حبه لبن. احط اللبن بس. يبقى انا كل هنا هنا بس ده رز مسلوق. رز مسلوق وعليه لبن. انا مش بحط في الرز بلبن نشا. ليه بقى؟ ما هو هيمسك بقى. بص انت دلوقتي هتلاقيه في الطاجن هو نفسه نشا ماسك يعني. ماسك. الرز بينزل نشا. ليه تحطي نشا؟ يبقى احلى زي يعني الجاهز بره. حاسه تحس ان هو يعني جوسي كده يعني. انا بس كل عملته ده رز ولبن. رز ولبن او بس يغلي احط السكر. في ناس بتحط وبعد معاه كده فانيليا. فانيليا عشان الطعم. تحطي بقى فانيليا وتحطي اي حاجه بقى. احط بس معلقه واحده بس. يحطوا قشطه بقى لما يحبوا. الله كريم باودر. ها كريم شانتي. اوكي او تعرفي انا رغم حبي الشديد للحلويات في حاجتين ما بحاولش افكر فيهم خالص. ايه بقى؟ الرز بلبن وام علي. انا بقى انا بعشق خالص ام علي بقى حاجه. هتقلبي جنب الكوبايه دي. انا بعشق الرز بلبن. بصي واقفه عامله زي القطه اللي هتموت. بصي هو ماسك ازاي. هو ماسك بس انا عايزاه يمسك اكتر. ما هو هيمسك اول ما يغلي هتلاقيه خلاص مسك. وبعدين اول ما بتصبيه بصي هنا ده معلوش نشا خالص. خدي بالمعلقه كده وشوفي ده. وانا هعمل كده. ده متطلبات عمل. ايوه لا براحتك بقى يعني. انا مضطره اكل مضطره ادوق. متطلبات عمل. بنعتذر يعني منك دكتور عمرو عبد المنعم. معلش دكتور عمرو هو مش هيشوف دلوقتي. متطلبات لظروف العمل يعني. نصر حبيبتنا وقالت لي دوقي عشان اقول لكل الجمهور على فكره. مش عشان انا بحبه ولا حاجه خالص. انا بدوق ده علشان يعني احتراما للمشاهد. تحفه تحفه تحفه. والسكر مظبوط وماسك نفسه. دي حقيقه. هو نص كوبايه رز على فكره. الرز ده كله هو بيتقل لوحده. تحفه. اوكي. اتفضلي تحطيه يسقع ولا بيتاكل سخن؟ انا اكله في كل حالات اهله. والله هو فعلا حلو في الحالتين. سخن بس طبعا ما بيبقى في الصيف بقى وفي الحر بقى وفي رمضان بعمله في طواجن فخار صغيره وبحطه بقى في طواجن الفخار ده لو عمل صغيره بقى وبحطها بقى ده في رمضان. يعني بنغير شويه في الاكل. بنات احنا عايزين ندوق المسقعه برضو. ايه الاشكال التانية للرز بلبن؟ يعني ده الرز بلبن الشرع اللي احنا نعرفه. في بقى افتكاسات بيحط فيه كريم كراميل. لا هو فوقه برضه فوق الوش كريم كراميل. ممكن تحطي كريم كراميل. ممكن تحطي شوكولاته سايحه. تحفه. لما هي جايبه بسيسه فانا هوفر الكالوريز ان انا اخد حته بسيسه. تحفه. البسيسه يعني الصينيه يعني. عليها نص معلقه سكر. نص كوبايه سكر. احنا هنضحك على بعض. نص كوبايه سكر ماشي. بس هي دي في دي صح. كوبايه الا ربع زيت عشان الضمير يعني. كوبايه الا ربع زيت ماشي. انت طول النهار بتطبخي؟ صح. انا يومي كله في المطبخ. اللي بيجي من باب الشقه عندي بيخش المطبخ عارف بقى. بس انت تعرفي ان دي متعه. جنبك لازقه فيكي. دي متعه والله. ساكنه في قريب من التجمع. ما اعرفش فين بيتها بس التجمع. وانا بقول لها بس انا لو عرفت بيتها هتلاقيني كل يوم عندها. ده تنوري والله. انا بحب المطبخ جدا. انا بهو يا سوير. بحب المطبخ. عمرك شفتيني ملتزمه اكتر من كده؟ لا بصراحه يعني النهارده ايه شايفه ايه؟ التزام كامل جدا. الصحه مش محتاجه اكتر من كده. الرز بلبن بقى نسيبه هو يغلي عشان كل ما تقلبيه
يعني بيحل ان هو ما بيبقاش يعني انا اقعد مثلا يغلي سيبيه بس خلاص هو بس يغلي غلوتين كده بس عشان عايزه احط السكر. طب حط السكر عشان احنا محتاجين نروح نروح. اه طيب خلاص ماشي خلاص. بس يعني معلومه ان السكر هي حابه يتحطوا لما يغلي بس احنا عشان الوقت بتاعنا بس كده. وادي الشكل اهو انا ادقته بصراحه يا جماعه الاكل اكثر من رائع بالطريقه دي وبسيط وسهل ومفيهوش كلكعه مفيهوش اي حاجه كله مفهوش مفهوش كلكعه. لا لا بسيط جدا واقتصادي جدا وسهل وسريع على فكره. وحبة على فكره انا اكل كله سهل وسريع وسريع دي حقيقه. انا هسمي نفسي سهل وسريع. انت نظره سهل وسريع مطبخ السهل السريع او السهل الممتنع. بشكرك يا نظره ميرسي جدا ربنا يخليك. واحنا دلوقتي بنحط رز بلبن بقى في الفرن ولا حطينا عليه نشا ولا حطينا عليه اي حاجه هو كده خلاص خفيف 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 خفيف. كل سنه وانتم طيبين واللي ياكلوا ان شاء الله بطنه توجع قصدي بهنا وشفا. خلاص كلي وما تاكليش حاجه ثانيه على الله. اقفل من هنا البرنامج وحد فيكم يجي شوفوا يقرب ناحيتك كده على طول. طب خلاص كلي وما تاكليش حاجه ثانيه. لا ما اقدرش. خلاص لا ممكن تاكلي بس ما تاكليش حاجه بعد كده. لو عارف مفيش داعي عشان لو عارف. في بقى عيش بلدي وعيش شامي محمص وجرجير والجرجير وحركاتك برضه وسلطه البطاطس. فين سلطه البطاطس؟ اتاخدت جوه إيه عشان احنا لسه ما عملناهاش لما نيجي نعملها عملناها خلاص ما قدمناهاش للناس. ما قدمناهاش. تسلم ايدك وبنشكرك جدا جدا ربنا يخليك. بشكرك يا سوير بشكركم ونشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله.